أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ثائرون، برنامج اللي بنستضيف فيه ثوار الأحرار لنتعرف عليهم وعلى مجموعاتهم ونعرف أكثر عن رؤيتهم وطروحاتهم وآخر أخبار الثورة. فيكم دائما تتابعونا عبر شاشة تي في 17 على الصحن الفضائي عربسات، وأيضا من خلال أبليكيشن تي في 17، وأيضا عبر اليوتيوب وباقي قنوات التواصل الاجتماعي. اليوم مع اثنين من الثوار الأحرار، الأولى باحثة اجتماعية ورئيسة جمعية بليف السيدة تانيا تابت، أيضا معي مستشار سياسي السيد شادي أنطونيوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ شادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم أستاذ تانيا. تانيا، رح أسألك سؤال نسأله لك كل الضيوف اللي عنا، شو بيعني لك أنك تكوني لبناني أو لبنانية؟ شو اللي برأيك هي الهوية اللبنانية؟ بتعرف أن يكون لبنانية هو جزء مني، يعني من الجان، من تركيبتي. يعني كيف واحد وقت يكون عنده وطن، كل حدا عنده وطن وبحب وطنه، بتحس مثل شلوش وعروقه عندهم امتداد بجذور هالوطن بالفعل. يعني حتى كل شيء خصه لبناني بحس حالي عم بتفاعل معه بطريقة فيها بسط، فيها قلب بدق، فيها روح عن جد بتغني أوقات، فيها حب غير محدود، فيها عطاء لبلدي شو فيه أعطيه لينمى ويكبر. أن يكون لبناني هو أكثر من فخر، هو هوية، هو كيان، هو جزء مني صراحة. كثير حلو، كثير حلو. طب بالنسبة لإلك شو هي الهوية اللبنانية الجامعة؟ يعني لما شفنا بثورة 17 تشرين العالم نزلت، شفناها للعالم كلياتها شلحت عباية الطائفية والمناطقية و وشفناها عم بتردد وعم تحكي وتتصرف كلياتها بوحدة، كأنه كلنا منشبه بعض فعلا. انت شو شفت؟ شو هي هيدي الشيء اللي جمعنا كلياتنا؟ هو هذا الوجه الحقيقي للثورة وللوطن وللمواطن. هاي الصورة الحقيقية وهي حقيقة لبنان. بس أكيد أكثر من 100 عامل عم يشتغلوا تما تكون هالشغلة وننجح فيها. يعني اليوم وقت اللي مدينا أول إيد بطرابلس وآخر إيد بسور، بعتقد هيدي للتاريخ، وما كانوا ولا حدا شبك إيده بإيد خيه أو بإيد مواطن ما بيعرفه على مصلحة. كان في هدف واحد، إنه أنا لبناني وعم فرجي لبنانيتي. للأسف كل العوامل وكل البلدان فاتت فيها تفرط هالشغلة وتما نكون مواطنين، لأنه أنا اليوم ما عم بيخلونا نعرف شو يعني مواطنة. لأنه اليوم الإنسان إذا ما بيعرف شو يعني مواطن وشو يعني مواطنة، ما حيعرف يكون مواطن صالح بقلب بلده، وأكيد رح يضل خيفان وعيش تحت سقف أحد الزعماء أو أحد الأحزاب وعم يتبرمج مثل ما هو. هذا للأسف يلي عوق انطلاقة لبنان جديد، لأنه في لبنان جديد مش يلي عم بيحكوا فيه سياسيا ومثل ما بدهم، في شعب رح يفرجي انه فعلا نحن في كتير قصص سيئات وعملنا اغلاط كتير. كل انسان بيغلط وكل انسان بيكون مطرح مش واعي، بس بده يوصل لمحل يوعى. يمكن اشتغلوا علي 40 سنة، يمكن بدنا 40 سنة لنطلع منها، لانه اشتغلوا ما اشتغلوا بشهر وشهرين، يمكن عم بقول لانه حسب وعي العالم. بس لهلا نحن هالفترة إذا بدك تعتبرها هي قصيرة جدا مع كل هالعوامل وعم بحربوك فيها أمنيا واقتصاديا وبلقمتك وبطائفيتك وبكل شيء أنت كل مواطن بخاف منه، في عندك صار فئة معينة لا بأس بها متحررين. طب عم يحكي عن المواطنة وعم يحكي عن الانتماء، هل برأيك اللبناني ينتمي إلى لبنان، ولا بتلاقي في كثير منهم يجاهرون بولائهم وانتماءاتهم الخارجية؟ أنا صراحة سين بس تنفوت شوي بتكوين لبنان. مش هي الأديان يلي عملت يلي هلأ عم بيصير، لا يعني هي كل الأديان وجدت لبنان لأنه كلها كان بدها حرية. يعني نحن أصلنا أصل اللبنانية دعاة ودايما من ناشد للحرية، ومعروف بلدنا أنه بلد الحريات. وقتها بدهم يخلونا نزيح عن أهدافنا ونبطل أحرار، بيزتونا في التيشة الطائفية. شعب لبنان بحب بعضه كتير، بحب على كافة مكوناته، بحب بعضه، والبرهان هو الثورة. كلنا وقت نكون مع بعضنا بهالثورة، لا بنسأل أنت مسيحي، أنت شيعي، أنت درزي، أنت سني، أنت شو. نحن موجودين هون لأنه حابين نكون أحرار مثل ما نحن خلقنا تنكون،
وما بدنا لعبة طائفية تلعب فينا، لأن لعبوا كتير فينا ألعاب طائفية فوتتنا ببعضنا، كلاش وما كلاش وحروب بين بعضنا، إنما هيدي اللعبة مرتبطة بعدم الانتماء للبنان، لأنه المنتمي مظبوط للبنان هو خلق حر، فكره حر، كيانه حر. بس وين حر؟ سوري يعني، بس نحن ما في عنا حرية بلبنان إلا الحرية الطائفية، غير هيك وين الحرية؟ سوري بس هل النساء عندهم حرية؟ هل الرجال عندهم حرية حتى يعبروا باللي بدهم إياه؟ أو حتى أي طالب بلبنان ما في حدا عنده حرية غير يقبل الستاتس كو أو يقبل اللي مفروض عليه؟ صحيح. أنا عم بقول لك من 100 سنة، بس من 30 سنة وأكتر شوي نحن فتنا بمنظومة عن جد كمشتنا كمش، كمشي حريتنا، كمشي طريقة فكرنا، مشغول علينا كتير لنبطل نعرف وين الصح ووين الغلط، وبطل عنا الفكر الحر لنقدر نظهر براتها ونقشع الأشياء بطريقة ماكرو، مش هيك بقشعها بطريقة ميكرو، من قلب طيفتي بقشعها، من قلب حزب بقشعها. وهون بتوين براكتس بحب شدد انه الاحزاب بكل السيستم الانظمه الديمقراطيه هو عمل نبيل بيقوم فيه كل مواطن لخدمه بلده، مشان هيك ما بدنا نضرب فكره الاحزاب، انما الاحزاب يلي ما بترعى وبتصون الديمقراطيه بقلب نظامها وبتعمل على قمع الفكر وممنوع تفكر انا بفكر عنك، هيدي اللي لازم نشتغل عليها، مش انظمه الاحزاب يلي هي بتخلينا نخدم وطننا بشكل صحيح. وإن شاء الله بعدين الثورة مش بس تصير حزب، تصير بقلب البرلمان، وهنيك الشغل المزبوط يلي فينا نعمل تغيير فيه إن شاء الله. يعني هذا المتوقع. رح بلش بكم سؤال كمان سريعين لنخلق كمان فكرة عن اللي عم بيصير بلبنان وناخد رأيكم. هل أنت مع كلهم يعني كلهم؟ هلا هي إلى مفهوم كلهم يعني كلهم، كلهم يعني كلهم بالمحاسبة أكيد. أكيد مش بده يكون من دون شك، لا لأنه بيقولوا لك أنه كلهم ما فيهم يكونوا وبدك تجيب عالم جديد، كلهم فاسدين كلهم فاسدين. بس ما نحن ما وصلنا بعد أنه نقدر نحاكم. مظبوط، بس كلهم يعني كلهم فاسدين، لو ما هيك أكيد ما كان يعني ما كانوا بعدهم موجودين. أنا بس عندي شغل صغير اليوم في، لأنه كلهم كتل بالنهاية، في ناس عم تكون أوادم بقلب الكتل، كتير أوادم وما خصهم لا بالفساد ولا بالسرقات ولا بالمصالح المشتركة، ما بيعرفوا فيها، عم يجي يشتغل للبنان وعم يشتغل شو بيعطيه ضميره وعم يشتغل للعالم، بس مشكلته عم يتأثر وما عم بيخلوه يكمل، مش هيك عم بنحكم مثله، مش هيك ما فيك تقول إنه هذا الشخص آدم ليش عم تحكي عنه وهذا الشخص أزعر، هيدي مشكلتنا نحن الباقي يفهموها. ما دورنا نقرر مين هو الآدمي ومين الأزعر، هو دوره يفرجينا شغله. ما بيقدر لانه ضمن سوري بلا بيقدر، يعني اي واحد بيستلم منصب اداري او وزاري او نيابه كمان يا شايف الفساد وساكت عنه، يا فايت بالفساد، يا ما عم يشتغل شغله فما شايف لا هيك ولا هيك وماشي. هي مشكلته انه ما بيقدر لانه بده يوقف يصير ضدهم. في ناس عملت هالشيء ووقفت وصارت ضدهم. اوكي، في ناس، في كم شخص عملوا هالشيء، يعني فرجوك في سامبل على الارض في ناس، ولكن اضطهدوا او تحاربوا او هيك. اكيد في طبيعي لانه انت بدك بس تنقلب وتفاجئ الحقيقة، رح تصير مثل الصور انه انت فاسد وانت ضد لبنان وانت وانت وانت، مثل ما بيطلعوا هالخبرية. هيك بفهمها. وحضرتك كمان شايفة كلهم يعني كلهم. أنا بالنسبة إلي الشعب اللبناني شعب معنف، تعرض لعنف 40 سنة، ما بقى بده يبرر للعالم مين هيدا أنت شوي أنت كتير. نحن بدنا نحطهم كلهم تحت المحاسبة، كلهم يعني كلهم تحت المحاسبة، وإذا قلهم معنا شيء رح ندفع لهم إياه. يعني يلي بدنا منه شيء بده يدفع لنا اياه، يعني كلهم تحت المحاسبه. ومش مضطره انا شغل راسي بصراحه مين شوي عملوا مين كتير، خلي القضاء، خلي التاريخ كمان، اكيد القضاء لانه بدي قانوني، انا بدي قانون يحميني ويرد لي حقي، وبدي كمان تاريخ ينصفني وينصف ساعتها ننصف مين حرام كان عم بيشتغل بطريقه عن جد شو بيقولوا يعني ظلمناه فيها او 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 هو نزيه وما بين او التاريخ ما اعطى حقه، بس القضاء عليه يحاسب الكل وهو عليه يبرر لنا ودوره وواجبه. صحيح. كوزير او نائب او اداري. صحيح. يقدم لنا الاعتماد. انا بدي اقول لك صحيح حسين، ويكون عنده الشفافيه بوزارته. صحيح. بادارته. انا بدي احكيك على صعيد اساسا. سوري بس هي مش بس هالفكره، اليوم في كتير اشخاص بقول لك انا مع السري
المصرفية وبيفتحها هلأ أو علنا. نحن مش بس هيدي، نحن بنعرف أنه أنت ضمن هالمنظومة، إذا أنت آدم ومش عامل سرقة بس أنت مغطى على البقية يلي بكتلتك، فما فيك تيجي كمان أنه تفرينا أنه أنت دور الـ الـ بس على القليل بينا لنا، فرجينا بوزارتك المعلومات اللي عند وزارتك. هي أكثر من وزارة، هي إلنا 40 تفصيل كبير. مش عم نعمل لهم كلهم لا انا قصدي حتى مش بس برنامج وزاره، هو برنامج من مجرد ما صار نايب مع الكتله. ما عم بقول لك ايه، ما عم بقول لك كلهم يعني كلهم يفرجونا اعتماداتهم وورقهم ونشاطاتهم شو عم يعملوا، هن دورهم يعملوا. انا بقول لك كلهم يعني كلهم مشتركين مع بعض. هاي في انهي لك اياها. طب ماشي، رح كمان بدي فوت كمان بكم سؤال اللي هن كانوا عم ينطرحوا باخر فتره. هل انت مع الحياد او الحياد الايجابي مثل ما هلا مطروح؟ أكيد مع الحياد، بس الحياد بمفهومه المزبوط، مش مثل ما كل واحد بفسره العالم وشي بخاف منه وشي بيقول هيدا مش مزبوط. بس يعرفوا شو يعني الحياد، يفهموا شو يعني الحياد، أكيد كل العالم رح تكون مع الحياد. لأنه هو الحياد مش قصة بلد ضد بلد أو بلد ممنوع يحكي مع بلد أو هالتفاصيل نحكى عنه. وبالمناسبة أنا كمان في بلقاء لبنان المحايد، ونحن عم نشتغل على شيء تنقدر نواجهه للعالم ويعرفوا الحقيقة، لأنه الحياد هو موضوع وهو تفصيل كتير كبير، فنحن ما فينا ناخد منه جملة ونكبها للعالم والعالم تبطل تفهم شو يعني حياد مزبوط ويصيروا يخافوا منه. شيء يقلك انه هذا مسيس وشيء يقلك هذا ما بيسوى معنا او ضدنا. بس انت تحيل لموضوع تعرفه من الاول ولاخره، انت بتقرر اذا معه او لا. انا بستغرب بصراحة انه بعدنا مفروض بتفاصيل مثل الحياد، يعني مش مفروض يكون مفهومه واضح؟ ما هو اصلا يعني موجود بالميساء هذا exactly. يعني نحن متفقين عليه من 68، وفي عدة بيانات وتصريحات ووثائق بتقول انه نحن هيدا شيء حاصلين عليه من زمان. يعني هلا العكس وشو هو للحياد؟ هات نشوف شو اذا ما في حياد. فهات اسالك، يعني انت مع الحياد؟ اكيد من الاخر شو اكيد بالنسبة بس لألك. خليني مش احكي عن الحياد، احكي اذا ما في حياد شو الطرح تدخل، يعني شو هو يعني عم يتهم الحياد بالتدويل هون عم يصير؟ شو يعني تدويل؟ جيش أجنبي على شو شو يعني تدويل؟ ما نحن هلا شو الحكومة ليه ما عم تتشكل؟ لأنه مدري مين زعلان مع مدري شو، هداك ما بيحكي مع هيدا. مين هيدا العقل اللي بده يستوعب عن جد بعده بيوافق على هيدا الشيء اللي عم بيصير؟ معقول عقلنا يستوعب إنه بس قصة رئيس الحكومة ما عم يجتمع مش عم يجتمع مع أكيد لعب الدول. مين عم يلعب على أرضنا؟ إيران، فرنسا، لودريان هون، ما هيك؟ كل العالم عنا عم تلعب، الأمريكان، السورية، الإيرانية، كل الكرة ما بدي كل الكرة الأرضية عملتنا ملعب فوتبول. بقى بدل ما تحكوا تحت الطاولات وتجوا بشكل مش شرعي حتى لو معلن وكل العالم تعرفها، تعوا نقعد على هالطاولة بمؤتمر دولي نرفع أزمة لبنان دوليا، لأنه صارت ما في حدا لعب فوتبول بالعالم مش عم يلعب على أرضنا. تعوا نحكي بأزمتنا بالعلن قدام الكل، كل واحد يقول ليش عم يتدخل هون، ليش مش عم يتدخل هون، شو الطريقة لنكون محايدين على صراعاتكم؟ لأنه نحن منا ملعب فوتبول عندكم، بعتذر، نحن كيان مستقل وعنا فكر وعنا مفروض تكون سيادة نحترمها كلنا. هيدا هو اللي عم ندعي عليه. التدويل يلي عم يتهموا الناس فيه هو هلأ حاصل، والثورة كانت ضد التدويل وضد الفساد، هو شغلتين أساسيتين، سيادة وفساد، يلي الثورة طالبت فيهم من أول نهار خلقت فيه. نحن مشكلة بدي أسألك كمان نفس الشيء، عم بدي أحكي عن الحياد كمان، حأخذ وجهة سوري عن التدويل. شو رأيك بالتدويل؟ أنا رح أقول لك شغلة، إنه نحن مشكلتنا مش كلنا أكيد، بس السياسيين بلبنان بحقها بمعينة قرروا إنه كل واحد يحب يوصل، يحب يكون قوي، يفرجي حاله على الأرض إنه أنا عندي استعراض، عندي عالم لحقتني، عندي مواكب وعندي سلاح. كل واحد راح على بلد، اختار بلد وعطيت طاعة وقرر ينفذ له أجندته بلبنان. نسينا، مش نحن بنعرف وطنيتنا وبنعرف مين وطننا. السياسيين نسيوا إنه وطنهم لبنان وصاروا مزبوط. أنا بعتذر بس على طول بقول إنه السياسيين بلبنان مرتزقة إلا ليفرجون العكس. لانه انت اليوم وقت اللي بتروح بتجيب مصرياتك من حي لبلد وبتجيب نفوذك وسلاحك من بلد وبتجي بتنفذوا على خيك بلبنان، انت مش عم تنفذوا على ولا بلد، انت عم تنفذوا على خيك بلبنان وعلى خيك بالوطن وبالمواطنه. صحيح. فانت مرتزقه، انت منك لبناني اصيل، لان احنا ما كنا مستعمره وطلعنا منها، نحن بلد عندنا حضارات من ايام الفينيقيه من الوف السنين. نحن كل الاديان عندها حضارات بلبنان، نحن لازم نكون فخر للعالم. صحيح. مش مرتزقه للعالم، هي فرق كبير. صحيح.
طب وعم يحكى كمان بالفيدرالية كحل، هل هيدا حل؟ شين أنا دائما عم بقول لك سؤال، إيش نحن هلا شو عايشين؟ يعني كل منطقة عندها إعاشتها من حدا معين، مرجعية معينة، عندها اللقاح تبعها جاية من حدا معين، نحن عايشين بفيدرالية مشوهة. يعني مش هالفيدرالية المضبوطة. نحن أكيد مع العيش المشترك، بس كمان نعرف نحن عدة ثقافات موجودين على هالأرض، وبدنا نظام يقدر يحمينا كلنا على اختلاف انتمائنا. يعني انت برأيك ثقافتك مختلفة عن ثقافتك؟ نحن عم نحكي تاريخيا، بالأرض اللبنانية، يعني نحن عدة حضارات انوجدت على لبنان بالتاريخ وبالجغرافيا وبكل شيء، أكيد وإرادتنا نعيش كلنا مع بعضنا، بس أكيد بدنا نظام يصون حريتنا كلنا. مش إذا قويت بكرة يا حسين تجي علي عبيتي تهددني ما بقى بدك تعطيني أكلاتي، ولا إذا أنا قويت بقول لك بدي شيلك من هالبقعة من الأرض، لا. يعني مشان هيك لازم يكون عنا نظام يصون. الفيدرالية المشوهة هي هلأ عم بتصير، ونحن بدنا نطلع منها لصوب بناء دولة قادرة قديرة تصون السيادة والحرية. حكيت هي بالفيدرالية، هل برأيك لكان الحال هو اللامركزية الموسعة؟ رح بلش لك بس بشغل الدولة القادرة والقديرة، بدنا إعادة برمجة من جوا. يعني اليوم نحن بنعرف ولا عسكري ولا عنصر أمن صغير بفوت إلا بواسطة من نايب أو من شيخ أو من خوري أو من رئيس بلدية، فحكما رح يبلش يكون تابع لهالشخص، وهذا الشيء اللي أدى لفشل بالدولة. مش لأنه هالمواطنين مصالحين، بس اليوم ما في حدا فايت إلا بالواسطة للمحلات الغلط، ما عم نقيون على مبدأ. أول شيء نحن في حدا قايلها أنه بدك تفسد مجتمع، بتحط ناس معينة تافهة بمراكز عالية، والمثقفين بتخفيهم، والكبار بالعمر واللي ما عندهم شيء يخسروا بتحطهم بالواجهة سياسيا، وهذا اللي صار معنا. مش هيك نحن هون، نحن ما جايين هلا عم نحكي بازدهار لبنان او بمشروع حلو منطلقين فيه على أستراليا، نحن عم نحكي ببقص وفقر فساد متجزئ كتير. يعني نحن وصلنا له. شو رأيك طيب بالمدنية او العلمانية؟ كمان هلا قولي لي ليش نحن مش مدنيه؟ لا. كمان ليش بس نحن مع السعي انه تتطبق على الاخير بكل القوانين، وحتى اذا فيهم اتفرع للقانون المدني يلي الزواج المدني، الاحوال الشخصيه المدنيه، وهيدا لازم يكون اجباري مش اختياري مثل ما عم تنعرض، بالعكس، لانه بخفف كثير 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 من العنف على كل الوجهات، خاصه على المراه. اسمح لي اتفرع هون بس بهالقصة، اكيد مع قانون مدني يتطبق، لانه نحن دستورنا مدني اكيد، بس يتطبق علينا كلنا، ونحن كلنا نكون مواطنين تحت القانون. مش مهم شو طايفتك، مش مهم انت شو بتحب، مهم كلنا في قانون واحد يحمينا ونكون تحته وقتها نغلط كمان. طب وبالنسبة للقرارات الدولية، هل كمان هيدولي هلا انا بس بردون شوي، لانه انا كمان مستشار رسمي بالمحكمة الدولية المدنية، ومنعرف نحن خفايا ليش ما بده المحكمة الدولية المدنية تكون بلبنان، لأنه إذا بتقرأ بتفوت على جوجل بتقرأ كل شيء أحكام بالمحكمة المدنية، أكبر حكم ممنوع يأخذ أكثر من 6 شهور. مش هيك نحن معوقيننا هون ما بيخلوها تفوت، لأنه أنت بتعرف أنه بكل عائلة بلبنان في مشكلة على الإراث وعلى الورثة وعلى التفاصيل، وصار له 20 سنة فككوا العيال بهالطريقة، وصار له 20 سنة ما بيحكي مع عمه لأنه في مشكلة هالبيت، وفي ناس معترة، وفي ناس ما قدرت تتجوز، وفي ناس نفت حياتها من وراء التفاصيل. على طول عم بينقبشوا في ناس شغلتها تنبش على عقد تكون أنت حياتك سوبر معقدة، وتطلع من مواطنيتك تلقائيا، وتصير تفكر بقصص معينة، وتصير مكانات لإلهم. هذا للأسف، بس العالم تتحرر وتعرف كتير تفاصيل هي الحالة رح تغير. يعني عقدتنا أولا وآخرا القضاء، أكيد مبرمج، لأنه هيدا الشيء ليش ما بيخلوها حلنا من خلالها بنقدر نحل باقي الأمور. طب كيف فينا نحققها؟ كيف فينا نحققها؟ ما بعرف إذا عنده أكثر شيء، ما نحن كمان القضاء مش مفروض شبه مستقل، نحن مفروض عندهم لك اخر مده بينت انه القضاء للاسف غير مستقل. في عندك كم قاضي اكيد نزيه بعضهم، وبعضهم عم بيحاربوا عن جد على الخطوط الاولى، بس عندنا قضاء اكيد مسيس. رح نوصل بلكي بالجزء الثاني. هلا اعزائي المشاهدين، هم يكون انتهى الجزء الاول من برنامجنا، انطرونا للجزء الثاني، فاصل قصير ونتابع فائرون. الى اللقاء أعزائي المشاهدين، نتابع فائرون مع السيدة تانيا تابت والسيد شادي أنطونيوس. رح أرجع بلش من عندك.
خبرينا أكثر عن الجمعية اللي عم تشتغلي فيها، الجمعية الخيرية، وبنفس الوقت وين صرت؟ يعني إن كان بانفجار 4 آب أو قبل بالنسبة للجوء السوري والمشاكل اللي كانت عم تصير بسوريا والمخيمات اللي بلبنان، شفنا عشرات إذا مش آلاف من الجمعيات الخيرية اللي كانت عم تقبض مصاري وعم بتساعد، ومع ذلك ما شفنا المساعدة. هلأ فجأة كمان اختفوا، طب وينهم؟ شو عم بيصير معاهم؟ وينكم أنتم كمان؟ نحن أول شيء بس هيك تحديد شغلة معينة، مش جمعية خيرية، بس نحن بنشتغل على تغيير، يعني كيف نبني الإنسان المسالم، كيف نبني المواطن يلي بيكون بقلب صحيح، بقلب مجتمعه شخص يحط السلام مطرح ما يكون، مش بالطريقة السلبية إنه ما يعمل، بالعكس مطرح ما لازم يواجه يعرف يواجه، مطرح ما لازم يغير يعرف يغير، وإنه يكون بروفيشنال مهني على صعيد التغيير، لأن تعرف في كثير أوقات بدنا نغير بس مش عارفين بصير نشقلب الأشياء بدل ما نحطها بإطارها المزبوط. بنشتغل على الإنسان من جوا، لأن نحن شعب عنيف، نحن ربيانين على فساد. وطي راسك وقتها أحكي معك، هذا البي وقتها يحكي ابنه، جبت له فالج لبيك، الأم وقتها تحكي ابنها، يعني كله بدي حطك بزنب وحطك بخضوع دايما، هذا هو التربية يلي بنربي عليها. من هون كمان بس تقول لك شغلة مثلا حلو كثير، خيك أشطر منك بيعرف يدبر حاله، شو عم بقول له لابني؟ يعني عم بقول كن فاسد بالمجتمع، لأنه مش حيرحمك إذا المجتمع إذا ما كنت فاسد، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وكل هدول الأشياء يلي ربيانين بتشعل فينا شعلة الفساد، وبنصير نحسها جزء من شطارة، جزء من ثقافة، أو هي بطبيعتها هيدي فساد. بالنسبة لعملنا وقت الانفجار كان نحن مقتصر إنه نقدر نأمن عيال تتبنى عيال، وهذا اللي تم، ما أخذنا على صعيد جمعيتنا، أردنا إنه ما نكون عم ناخد مصاري بحد ذاتها، لأنه بتعرف بالنسبة للكوربشن خفنا نفوت بقصة وين صاروا المصاري، مع مين مصاري، وخاصة إنه بلدنا واجهة أساسية بالكوربشن بالفساد. سو عملنا لينك، يعني تواصل بين عيال مع بعضها، وحطيناهم مش لمرة واحدة، يعني مثل كأنه باريناج أو تبني لمدة معينة. وين الجمعيات هلأ؟ لك أساس النفضة بالمجتمع وأساس التغيير هن الجمعيات، يعني أول ما يشتغل على حقوق الناس اللي عندهم إعاقة معينة هن الجمعيات، على العنف ضد المرأة هي الجمعيات، على قوانين مشحفة بحق الطفل والعنف على الطفل هن الجمعيات. الجمعيات هن العصب الأساسي بالمجتمع اللبناني، لأنه دولة بعتذر، يعني بتعم نعرف كلنا، يعني شو أعتذر عليها أنه ما في. سو من زمان الجمعيات قايمة محل الدولة وما زالت. بس هل برأيك دورة هيك، يعني أنه ليك أنا بدي أدعي الجمعيات تكون عنا وعي كمان، لأن أوقات بيضيع مفهوم معين بقصة كيف واحد يصير يتناول موضوع وطني وما في دق بهون وما في دق بهون وما في دق بهون. كمان الجمعيات اللي عم تاخد مصاري كنا بنعرف من برا، لازم قد يكون عنا وعي لنوصل مفاهيم تما يفوت التدويل من هنيك من الفكر، لأنه بصير ربي أجيال وأجيال على أفكار جاي من برا، هذا نوع من أنواع التدويل والأقسى، هذا أقسى لأنه بصير مزروعة بفكره، بصير بدي أحكيك بوطنية ما بقى فيه، بركي نكوستني هون، بركي قلت عني عنصرية، بركي قلت عني ما بفهم بهذه الشغلة لأنه على صعيد دولي مدري كيفيه. سو أنا بدعي عن جد الجمعيات كلها ونحن كمان نكون واعيين لكل الفانز يلي عم تجي من برا، لنعرف مزبوط دائما نتعاطى بوطنية مع الشغلة. وهلأ أنا بحس إنه الجمعيات ما بعرف كانت أول شيء هي بالثورة، هلأ مثل ما عم تقول صراحة ما عندي فكرة 100%. بس بلاحظ مثلك إنه في شوية مش في كم جمعية كتير ناشطين وفي جمعيات منتفح حسن. صحيح صحيح. هلأ أنا بس بدي أعطي رأيي تفضل بهالموضوع، لأن أنا شاهد بمنظمات دولية وباري مخيمات لبنان كلها. اوكي. نحن على مشكلة بلبنان انه كل اللاجئين من اكثر من دولة اجوا على لبنان، نحن على طول بس تحكي انت بقصة اللاجئين دغري بيعملوك انه انت مش انساني وانت عنصري. الحمد لله انا كل العالم بتعرفني ما فيهم يحطوني بهالخانة. بس عندنا مشكلة نحن هي سياسية وقابضين حقها بلبنان السياسيين
وعم نحكيها على الهواء، انه عم بيخلوا اللاجئين مش لفتره معينه، لسنين طويله، ليكونوا طابة بين الدول برا وبين الانفراجات والانعكاسات على الداخل، وعم بيخلونا بطريقه بهالسنين اللي قطعت واللي انا كنت فيها على الارض مشارك كمان عم ببرم وتعرفت على شيء ما بعرفه انا ابدا، عم بيخلوا هالحضارات تتفاوت بين الحضارات وحضارتنا. مش هيك انت مع الوقت حيبطل عندك القوميه الوطنيه، رح تختفي من عندك، وهذا شيء كتير مهم وعم بيشتغلوا عليه وللاسف. ومش هيك كلهم بتلاقي الدوله ما بالا بالتلاميذ اللبنانيه يلي عندهم تقديم او يلي كذا، كيف نجيب لهم لابتوب ونعمل لهم مساعدات؟ لان شفناها فاتت فضايح انا ما حفوت فيها، التيفيات كلها حكيت فيها. بينما بتلاقي للمش لبناني، تما اقول لاجئ او تما اقول هذا، للمش لبناني المقيم بلبنان عم بتجيهم مساعدات وعم بتجيهم احدث وسائل وتطورات وعم بيتعلموا لانجويج وانجلش وكلها تفاصيل بالمبدا عم بيشوفوا اكثر من اللبنانيه. لو ما عم بيشوفوا كلهم عم بيشوفوا اكثر من اللبنانيه، فمش اكيد، لانه هيدا مزراب بنرجع بنقول لك انه حضرتهم كلهم مرتزقه، فكمان هيدا مزراب مشترك. طبعا نقول انه انا حزب معين هالدوله، هيدي هون المنظمه الدوليه مزراب مشترك، مش هيك؟ قلت لهم مشتركين بكل شيء من اول حلقه. طب نحن بنشوف بكل دول العالم الكنائس او الجوامع بينموا تبرعات، وهدول التبرعات عادة لمساعدة الفقراء، المحتاجين، الأزمات، المشاكل الطبية وهيك. وكمان بنشوفهم بكل الكنائس برا، في عندهم مثلا بيسموها داي، لنقول بالنهار بيعطوا أكل، بالليل بأنه منامي كمان لبعض الفقراء. نفس الشيء بالجوامع بأنه معدات أو نحرى أدوية وأكل ودعم للعيال الأكثر فقرة. هون بلبنان بيفلقونا كل رمضان وكل المناسبات وبيجمعوا مصاري، وهلا بس فتنا بالازمه ما حدا فيهم مبين. فينا نحكيها بشفافيه؟ تفضل. طيب اليوم اول شيء الاساس بالفساد بلبنان بعض رجال الدين والسلك اللي ماشيين فيه، لانه بس احكي رجال الدين اكيد من كل الطوائف، لانه اليوم نحن على صعيد ضيعه، اذا بدك خوري او شيخ بيكون في شخص معذب أهله، معذب عائلته كل الوقت، وبيظهر عمارته وبيضربه وما بعرف شو، وبيلعب قمار بس يموت. بتلاقيه عم تسمع الوعظة عنه شو كان آدم وكل يوم بالكنيسة وهيك، وعم بكذب عليك وانت عايش مع زلمة 40 سنة. تاني شيء حتى دور الشيخ والخوري قبل ما نطلع على المطارنة والمسائل وهولي والبطاركة، اليوم دور الخوري أو الشيخ أو حالة رجل دين أو قس أو حالة حدا رجل دين عم يحكي باسم الله على الأرض، وكل الديانات السماوية بتحكي بالمحبة والتسامح والصدقة. نعم. طب انت اليوم خوري بتيجي مثلا رجل دين تما نحدد، بيجي عند هيدا الخي بس بيعرف انه هيدا الخي ما بيحكي مع هيدا الخي، ما بيروح لعند هيدا الخي، عم يتواطأ معه. ما انت بدل ما تكون تفوت بالصلحة وتقدر تجمع هالعيال وما تخلي الأسر تتفكك، انت بتعرف انه ببعض المناطق بلبنان بيصير مشاكل، بيصير فيها أربجيات وقصف بين عائلة وعائلة. وين رجال الدين بهالمطرح؟ لانه من الاساس ما عم بيخلوهم. وتاني شيء كمان الوعظات، يعني بتلاقي الوعظة شيء بحيالة، بتسمع الوعظة شيء وانت على ارض الواقع شيء تاني، وحتى بالمساعدات ان كان بكنيسة او بالجامع، انه هيدا الزلمة ما بحبه كتير ما بيجي اسمه، هيدا الزلمة صار له 40 سنة قاعد بس لانه مش من هون البلدية قالت لي ما تعطي مساعدة ما بعطي مساعدة. ما انت كمان عم تعمل شرخ بين العالم، وعم بتخلي انه مواطن يحس حاله زليل بقلب منطقة صار له 40 سنة عايش فيها. هالحالات صارت، انا بشتغل اجتماعيات على الارض للنهار، يعني هالقصص صارت، انه زلمة صار له 40 سنة ومعه كونسير وشير البيت لانه ما بينتخب بهالمنطقة، ما اجته مساعدة اللي هي كرتونة حقها 100,000. ما كمان يعني قد بتحس حالك انت؟ مش هيك الفرق المواطني ما عم بيخلوا العدل يسود؟ وقت العدل ما بيسود بيصير فيها تفكك. بيرجع بدي كمان نقطة صغيرة، تربية البيت أساسية. واليوم أنت مين منا بالبيت أغلبية العيال ما بيسمع إنه لأنه في هذا السياسي ما بيحبه، بكون ابنه عمره سنتين ببلش يسب السياسي، من عمره سنتين ابنه عم بيسمع إنه عم ينسب هذا السياسي ويفوت براسه ويربع على هالمنهج. مش هيك ربينا نحنا؟ ربيوا أجيال على هالمنهج. مش هيك التسقيف اللي عم تحكي عنه مدام تانيا كتير مهم وناقص؟ طب إذا هيك لكن حأسألك مدام تانيا عن هيدا الشيء،
شو دور العائلة والأهل بالتربية الثقافية وبالفساد اللي نحن هلأ عم نعيشه؟ يعني في كتار بيقولوا لك ما الشعب فاسد والحق على الشعب، وهو هل فعلا الشعب فاسد؟ أنا بدي أقول لك بالنسبة لرجال الدين، في كتير أكيد مثل ما قلنا رجال دين عم بيحكوا بغير ما عم بينفذوا، بس في كتير كمان عن جد. مشان هيك الشمولية بكتير أوقات بتروح الصالح بظهر الطالح. صحيح، ما قلنا الكل، صحيح قلت البعض كتير. حبيت هاي البعض. مشان هيك عم بقول إنه ليش نحنا كمان كشعب بنحب الناس يلي بتعنفنا، لأنه شعب ما بحب حاله، دائما بيتوجه صوب المرجعيات يلي بدها تضره أكتر، يعني هيك بالأحساب، هيك بال 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 بالطوائف. لا، لأنه نحن شعب تعذبنا كتير، وقت واحد يصير معذب دايما خيفين بده مين يحميه. نحن 40 سنة مش مزبوط هلأ الأزمة، 40 سنة كل 3 سنين يا عنا حرب يا عنا اختيال يا عنا حي الله شي بعد شوي بركان، يعني كل 3 سنين، كل 3 إلى 4 سنين من بيناتهم هيدول بيعيشونا وهم أنه نحن عايشين بأرقى مطرح وبأحلى مطرح، وبيصير في مطاعم من أهم مطاعم بالبلد، لدرجة منحس حالنا أنه لشو هوريك كلهم ناسيينهم. ومش هيك نرجع بسمونا الشعب الفينيك، طائر الفينيك، هيدا وهم من بيعيشونا إياه بس كرمال نحس حالنا أنه نحن نسوه. هيداك أنتو شعب فيك تطلع من رماد، يا حبيبي ما بقى بدي رماد، أنا بدي أتصالح مع حالي ومع تاريخي ومع وطني ومع حضوري. أنا موجوع، أنا في بذكرتي ناس ماتت كتير، في شهداء ماتت، في اغتيالات صارت، في انفجارات صارت وأنا كنت موجودة. أنا بحاجة لأشفى ليصير في شفاء للذاكرة، وبدو يساعدنا هذا الشيء انه من خلال العيال الموجوده، من خلال التربيه بالعيال يلي قلنا عنها بدها تكون صادقه وشفافه، وبدها تكون ما تعلم لا على الكذب ولا على الفساد باي طريقه من طرق. هذه هي، واكيد المدارس. انا اذا بدي اطلب منك يا ريت فينا نوصل حدا لوزاره التربيه، سائر حقيقي مهني، بس تاخذ وزاره التربيه اخذت وطن عن جد مثل ما بدك اياه، لأنه من هنيك إن كان على التربية إن كان مع الأهل إن كان على كل الأصعدة الجامعية من وراء حقد، كيف نفض الحقد اللي فينا أهم بكتير من حاليا بلبنان، من أنه الماتياريا اللي عم ندرسهم إياها لأولادنا واحد وواحد إقال اثنين، في إشياء فيهم حملينا وارتصاره يلي هو الحقد الفساد وكل توابعهم. يعني هي هيد الهوية الجامعة اللبنانية الحقيقية اللي بحاجة نحنا ان من خلال وزاره التربيه والتعليم نرجع نصنعها ونرجع نوجهها. صحيح، انا رايي الشخصي مش بس بالوزاره التربيه، بكل شيء بدنا نرجع من الصفر ونطلع بناس عادلين وبيعرفوا شو يعني عدل بكل شيء تنقدر نبني بلد. صحيح، لانه حتى هلا ما بدنا نفوت، بس ما في رئيس لجنه اهل بمدرسه الا ما تابع لحزب، بالرئيس لجنه وطلوع رئيس لجنه اهل، فنفس الخبريه نحن عندنا بكل، لانه صار لنا مده، نحن ما صار لنا سنتين هالقصه، صار لنا 30 40 سنه تكون هالهرم. هلا هذا الهرم بده يتكون حده هرم وطني، فنحن عم نبلش فيه. انا بعتبر من هون بدنا انسان لبناني عنده شفاء ذاتي بيقدر يتحرر ويقدر يفكر برات هالكم الصدمات يلي تعرض عليه شعبنا من 40 سنة لهلا. هلا الشباب يمكن هذا الأمل اللي موجود عندهم اللي خليهم ينزلوا ب 17 تشرين، بس هلا عم يرجعوا يشتغلوا على تقسيمه وعلى تضعيفه وعلى في لك رأي بهالموضوع؟ تفضل. سوري شديد. مش مزبوط رحت الثورة، الثورة قائمة، الثورة صارت. من أي متى فيك تقول لحدا أنت فاسد؟ مين فاسد؟ وين في فساد؟ كنا وقتها نحكي بالفساد وين؟ إنه مش معروف. هلا دغري بتطلع بالتاني بتقله انت فاسد عادي. يعني نحن كثوره بالعكس صارت وصارت واقع، بس بدها توصل هالثوره لمؤسسات لتقدر كيف نفعلها كيف نحييها. هي دعم لناس بقلب الثوره يوصلوا على قلب البرلمان لنضلنا محافظين على مؤسسات الدوله، لانه بدنا نحن نبني دوله بالنهايه. طب بالنسبه لمنظمة العفو الدولية اللي مفروض عم بتواكب شو عم بيصير لا إنسانيا بلبنان، إن كان من الاعتقالات التعسفية، إن كان من المواجهات اللي عم يعملوها مع الثوار، روحوا عيونهم، راح قتلى،
وغيره 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 من الإشكاليات. وغير كمان برجع بيجيك إنه اللبناني اللي بعده مسجونين بسوريا وكثير من الملفات والقضايا الإنسانية. طب هو بس عنا بلبنان حتى يسجلوا محاضر ولا في إلهم تأثير أو في دور فعلا عم يعملوه؟ ما بعتقد عم بيقدروا يعملوا الدور الفعلي بلبنان. يعني ما بس يعني هل منعذب حالنا ومنضل نبعث لهم تقارير؟ لأنه إذا بتشوف تقارير أنت عم تبعت تقارير بس هني كمان عم بيبعتوا لك تقارير شو عم بيعملوا بكل بلد. شي مرة ذكروا بشي بلبنان؟ لا. ذكروا بمصر، ذكروا بالهند، ذكروا بتنزانيا، إلا بلبنان كلنا متابعين ونعرف. يعني عنا مشكلة لأنه ما عم يقدروا هون. طب كيف فينا نحل هيدي المشكلة؟ شو اللي مفروض إحنا نعمله؟ شو عنا حلول؟ يعني ما بالنهاية ما مسكر الطريق بوجهنا نحن هلا. نحن مشكلتنا وقت قلنا نحن سوار، يعني نحن منا زعران ومنا قطعين طرق، نحن جايين نعمل اصلاح. واكيد الخير قدام الشر صعب لانه الشر فالش حاله، مش بس بلبنان، بالكره الارضيه كلها. نحن حنكون هالنقطه ضوء بهالعتمه كلها، بس يكتر ضوء ورا ضوء ورا ضوء ورا ضوء وتمشي بالطريق الصحيح رح تضوي هالاوضه. فنحن هي مشكلتنا. العدل ما فيه، ما في، في ناس حكمتك، في ناس شفت طلعت عينين العالم، تكسرت، انحبست، اعتقلت، في ناس ما خاصة بشي مكبي جمعتين ثلاثة بالحبس، في ناس لهلا ما سألوا عنه، في قضاة عدلين بس مش شجعان. قلتي انت في قضاة عدلين مزبوط بس ما في حدا شجاع، ما في حدا بيقول انا قاضي شجاع وبدي اعمل تغيير وانا مع الشعب. نحن مش عم نقول له كون ثورجي وقف سب فلان وعمول عملك، بس كون قادر تعمل عملك. يعني تقول له انت هيدا الضابط انت هون غلطت، لانه الضابط غلط والنائب غلط والمواطن غلط وكلنا غلطنا، بس ما في حدا عم يوقف يعمل العدل. نحن موجودين بس نحن هلا بننزل 10 على الطريق بنحمل اليافطة بنقول نحن بدنا العدالة، بيبعتوا علينا 2 بيضربونا من فل عبيتنا، بس نحن ما عنا القوة نبعت 4 نضربهم ونفللهم عبيتهم. هالفرق نحن ترجع اللعبة السياسية 100%، لأنه هن بعدهم ما عم يطبقوا القانون. يعني عم نشوف كتير قوانين عم تنصاغ هلا، وكتير قوانين كمان مجلس النيابة عم يحكي فيها، وقردي نحن عنا كتير قوانين قبل مثل الطائف وغيره وغيره وغيره، بس ما عم يطبق شيء منهم. أول شيء بدي أقول لك شغلة، في ناس ما كنا بنعرفها وهن عادي من الشعب، ان كان محامي او ان كان مستشار او ان كان بزنس مان او شيء، بتلاقي عمل خطط باوروبا يمكن كانوا صار وزير صحيح. هون بيعرض لك اياها ما حدا بيطلع فيها، ما بدهم، ما بدهم، لانه ما بدهم ناس ناجحه. وقلت لك انا بتحط انت على طول الشخص الغير مناسب بمكانه تيسقط البلد. هن ماشيين بهالاستراتيجيه، بينما انا كثير شفت ثوار كتير مش شوي عاملين مخططات نهضة أهم من وعمران دولة. وعلم ومواطنة بكل الموضوع اللي بدك اياه. شفت في ناس صار سنين، مش كل العالم نزلت على الطريق، في ناس اشتغلت، قاعدة اشتغلت على القلم والورقة بكل بكين شغل صغيرة او بروجي كبير تيقدروا يعملوا وطن، بس للأسف هالشي ممنوع. عظيم، نحن انتهى وقت برنامجنا، بس حابب استغل الظرف واخد منك نصيحة للشاب اللبناني وللعائلة اللبنانية هلأ، شو مفروض يكون دورة وشو بتنصحيها أنه تعمل هلأ لنقدر نوصل فعلا على المواطنة وعلى بناء الدولة اللي نحن كلنا عم نسعى له؟ صراحة نحن هلأ 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 بأحلك ظلمة مرئين فيها، يعني ما بدنا نتفلسف على حدا. نحن هلأ كل الهيك يكون عنا ذهنية to survive، يعني نقدر ما نقطع الأمل أنه نحن هيدي المرحلة اللي حتقطع ولح تقطع. لازم نآمن انه عن جد هالمرحلة لح تقطع، وإلا مشكلة. يعني بتعرف شو في انهيارات اعصاب، بتعرف شو في عم بيصير كريس كاردياك، صعوبات على كل النواحي الصحية، كله من وراء الضغوطات الاجتماعية. كل اللي بدي اياهن انه عن جد يعيشوا الشغلة مثل كأنها لح تقطع، وعن جد لح تقطع. ونرجع منحكي عروة لانه نحن قدام هلأ رفع دعم وانهيار جديد من جديد جديد من جديد. ها حلوة. المطلوب منا نكون قد حالنا ونجرب قد ما فينا نكون solidarity بتضامن وتعاضد مع الناس اللي حوالينا قد ما فينا، وقد ما فينا نكذب الكذب، نخفف الكذب على أولادنا على مجتمعنا، ونعيش حقيقة. ما نكون ناس منيح، نكون ناس حقيقيين. مطرح الغلط والغلط مطرح الصح يكون صح. والشاب اللبناني ما ييأس، ما يترك
وطنه إلا لأنه مضطر وما حدا رح يلومه، بس في حال تركه يرجع أكيد، لأنه الوطن ما بينترك، الوطن حامله فيه. يعني في أمل؟ أكيد في أمل، دايماً في أمل. ست تانية أنا بدي أتشكرك على المقابلة الحلوة، كمان أستاذ شادي أنا بدي أتشكرك اليوم على تي في 17. أهلا وسهلا فيكم، المنبر دايما مرحب فيكم وبأفكاركم. أعزائي المشاهدين، هم نكون وصلنا لنهاية برنامجنا، بدي أشكر حسن المتابعة. ثوار أحرار، سوا حنكفي هالمشوار، إلى اللقاء.